السلام عليكم. عنوان درسنا اليوم المعلم في المستوى. أول حاجة قد نقوم بها هي تحديد إحداثيات النقط A و B و C و D كما تلاحظون على الشاشة. كما تعلمون أن المحور أفقي يسمى بمحور الأفاصيل. المحور العمودي يسمى بمحور الأراتيب. نبدأ بإحداثيات النقطة A. أي نقطة فهي تمثل ولا تعرف إحداثيتها بأفصولها XA وأرتوبها YA. مثلا النقطة A ندير الإسقاط على محور أفاصيل وغادي نلقاو هنا عندي 1 2 3 4 وارتوبها هنا عندنا 1 وهنا في الجهة الأخرى ناقص 1 ناقص 2 وأكتب A أفصولها 4 وأرتوبها ناقص 2. بنفس الطريقة نحدد إحداثيات النقطة B ندير الإسقاط على محور أفاصيل 1 2 3 3 أفصولها 3 وأرتوبها 2. النقطة C ندير الإسقاط على محور أفاصيل غادي نلقاو بلي الأفصول ديالها ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ثم ناقص 5 أكتب ناقص 5 فاصلة منقوطة. ثم الإسقاط على محور الأراتيب لأجد إثنان. وأخيرا إحداثيات النقطة D بنفس الطريقة الإسقاط على محور الأفاصيل ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وأرتوبها هو ناقص 2. بعد ذلك سأشرح لكم طريقة حساب إحداثيات متجهة. بصفة عامة لتحديد إحداثيات متجهة AB كندير دائما XB ناقص XA هذا هو الأفصول. من بعد كندير YB ناقص YA. نشوفوا إحداثيات المتجهة اللي عندنا في المثال هذا. غادي نديرو YB يعني ها 3 ناقص 4 3 ناقص 4 بعد ذلك 2 ناقص 2 ثم نحسب 3 ناقص 4 ناقص 1 2 ناقص 2 هي 4. أضيف مثال آخر. غادي نحسب إحداثيات المتجهة سي دي. في الطرف ديال المتجه عندي دي يعني غادي نبدا ناقص 3 ناقص ناقص 5 هي زائد 5 ناقص 2 ناقص 2. إذن إحداثيات المتجهة سي دي هي 2 ناقص 4. أتمنى تكونوا فهمتوا إحداثيات المتجهة. بعد ذلك سوف أمر إلى تحديد المسافة AB. حساب المسافة AB. فالمسافة AB تحسب بالعلاقة التالية: AB تساوي جذر مربع ديال إكس B ناقص XA الكل أس 2 زائد YB ناقص YA الكل أس 2 تساوي. ناخذ المثال اللي عندنا فين هي XB هي 3 ناقص 4 الكل أس 2 زائد YB اللي هي 2 ناقص 2 يعني 2 ناقص ناقص 2 الكل أس 2 جذر مربع. 3 ناقص 4 هي ناقص 1 أس 2 اللي هي 1
ناقص واحد الكل أس 2 زائد 2 ناقص ناقص 2 هي 4 الكل أس أس 2. بعد ذلك حسبوا ناقص 1 أس 2 هي 1، 4 أس 2 هي 16 تساوي جذر 17. المسافة AB تساوي جذر 17. بعد ذلك غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا إحداثيات منتصف القطعة AB. مثلا نعتبر النقطة E، النقطة E هي منتصف القطعة AB. منتصف القطعة AB. غادي نحددوا إحداثيات ديال المنتصف، تحديد إحداثيتي النقطة E. E إحداثيتها هي مجموع الفاصيل بأفصلين النقطة A و B مقسوم على 2، وأيضا الأرتوب ديال A زائد الأرتوب ديال النقطة B مقسوم على 2. ناخذ نفس المثال اللي خدنا من B، يعني E XA عندي فيه 4، 4 زائد XB اللي هو 3 على 2، YA اللي هو ناقص 2، ناقص 2 زائد 2 كل على 2. يعني E إحداثية ديالها هي 7 على 2، وناقص 2 زائد 2 يعني 0. يعني إحداثية E منتصف القطعة AB هي 7 على 2 0، وفصولها 7 على 2 وارتبوها 0. إلى هنا أصل إلى نهاية الجزء الأول من المعلم في المستوى.